Salam la famille, nous menons tous nos pécheurs à la chair, on m'en a pas comme ça chier. Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va préparer un jus qu'on apprécie tous, le pina colata. C'est un jus à base d'ananas et de coco. Salam alaikum, quand tu menons tous la base alaikum, bécheur, fi amanillah wa hafdeh. سعيد جدا دائما اني نطلع معكم في فيديو جديد رجعت لكم العصائر لسموتي اليوم نديكم الاجواء ديال الصيف وما احلى الصيف نقدم لكم عصير بينيا كولادا اليكم المقادير هتحتاجوا واحد اناناس ها هي كتشوفوها مزيانه خضره طريه شريوها تكون يعني خضوريه كامله دايره عليها باش ما تجبروهاش من الداخل كتكون طايبه بد فهاد البينيا هادي راه هي تكون مزيانه والوراق تاعهم خضر شتوهم مزيانين بون هذا واحد كوكو هذا غير التزيين يعني باش نوريكم الوصفه والسلام ما نحتاجو شي ولكن نحتاجو كوكو حبوب هيدا واحد سلافه صغيره واحد معلقه د العسل وهذا حليب ديال الكوكو الحليب ديال الكوكو كان انسيستي عليه دونك بينيا كولادا بلا حليب الكوكو ما كاينه والو بالنسبه لحليب الكوكو فروندان فهو صحي وكيقاوم العطش ومزيان مزيان بزاف مضاد الاكسده فيه بزاف ديال الفيتامينات الناس اللي نباتيين والناس اللي فيغان كيشربوا اغلبيه الحليب ديال الكوكو كيباع عندهم من اللي الصوجا ولكن اللي الكوكو راه هو مزيان بزاف ونوريكم الطريقه ديال التحضير غنحتاج هذه الاله العجيبه هذه باش نفتح بها اناناس ها هي كتكون موجوده في لي غران سيرفاس بون الا ما عندكمش انا حيت ندير العصير في الاناناس لداخل اللي بغى يدير العصير يعني يقدمه من بعد في الكاس يقدمه ولكن انا نديرو لداخل ديك الساعه تشوف معايا كيفاش ندير دونك vous aurez besoin pour la recette d'un ananas du coco râpé en poudre voilà du miel et du lait de coco lait de coco et une ananas bon on coupe l'ananas ديالي هنايا ونحتفظ بهذا الراس ديال هذا ونجيب هذه الاله هذه ونضغط هنايا في الوسط داكوغ قوم يضغط بسم الله اهو سي بون غندور هيدا سهلة و ديرو اتونسيون باش ما توصلوش لتحت القاع ديالها لو وصلتو لتحت القاع ديالها وحليتوها من هنا راه قطعتوها ما كتحسو بها راه هي قربت ومن بعد ديال البلاستيك دا هي الراس كيزول كانت عندي وحده الحديد مزيانه ها هي فوالا ها اناناس ديالنا كنخليوه هنايا في هذا الريسيبيون هذا كنخويو شويه د العصير ها هو تقدر تزيد تخوي عصير طبيعي لا صرا تقدر نزيدها هذا هو العظم ديال الاناناس هذا راه ما كيتسك هذا ما كيتسنكلش هذا داكور انا نقطع لكم فوالا ومن بعد انا عندي اناناس ديالي والاناناس ديالي ولات بحال الغراف بحال الكاس فوالا انا قطعت ديك لي طرونش ديال الاناناس قطعتهم طريفات صغار ها هي هيدا وصافي ومن دابا نزيدو للطحن ولكن بلاتي باغا تقول لهم شي حاجه وي اللي ما عندوش هذا لاباري هذا يقدر يكرط يحل يخوي الاناناس عيب بالموس ويكرط ديك الساعات بواحد لاكويير ماشي ضروري تمشيو تشريو هذا داكور اجو معنا باش نشوفو كيفاش نطحنو هادشي هذا Que tous les ingrédients sont prêts, on va les mettre mixer.
On va les mixer au monsieur cuisine. Monsieur cuisine, les mains douche, monsieur cuisine, vers le Wallin Exec. Ouais. Alors voilà, ananas d'y en a qu'un hâteau. واحد العنصر الاساسي هو لي غلاسون ضروري ما تقدرش دير بينيا كولادا بلا غلاسون انا دائما كنحاول ايفيتي لي غلاسون ولكن في هذا العصير هذا سموزي ضروري من لي غلاسون بون ديجا وجدناهم نزيدو لي كوكو حبوب دونك بور لا بواسون ا بيزوان دو داناناس فري دو غلاسون دو بودر دو كوكو Et du lait de coco. Et du lait de coco. Donc un grand verre. Ou ada, ou quand même le blasel. Blasel, ماشي ضروري ولكن انا في العصيرات اللي كندير كيعجبني العسل ضروري واخا انا نصرا هو ديجا هو حلو كيعجبني ندير العسل داكور وهذا العصير هذا جديد على ما يقول والله كيفكرنا في Fin qu'est-ce qu'on a? Les vacances. Les vacances, qu'on a fait les spandemens pina colada. Donc pour mixer, on a 40 secondes en vitesse 8. 40 secondes et 8. 40 secondes ou 40 minutes. Voilà, là c'est dit, il y a un wajet. هذه هي لا فري بينيا كولادا شتو الرغوة باش تعرفوا وخات راه سبحان الله بالنسبة للريكلاج انا درت 8 ولكن كنظن هذا هو احسن ريكلاج الا بغيتو تزيدوها تخفوها شوية دونك زيدوا شوية ديال الثلج اولا زيدوا شوية ديال الماء ولكن كنظن انا هذا ولا جاكم باقي طروفات كوكو زيدوا طحنوه ولا باقي جاكم ثقيل زيدوا لو لي دو كوكو ثم شويه الماء حيت اللي كوكو اصلا هو ثقيل فوالا ما بقى لنا الا اننا نكبوا العصير ديالنا لداخل الاناناس بهذه الطريقه هذه سي اوريجينال ديرو اون بايل كوم سا واحد طرونش ديال الاناناس ولا بغيتو تزيدوه بهذه الطريقه هذه ديروها هكذا بغيتو تزولوها وحطاني فوالا اوكي تشرب بهذه الطريقه هذه فبالنسبه اللي قلت لي ما عندوش ديك الاله اللي كتزول الفاكهه الاناناس من الداخل يقدر يقطع اناناس طرونش ويعصرو ويديرو في كيسان عاديين داكور كنتمنى تكون الطريقة عجبتكم ونالت الرضا ديالكم فوالا هاد العصير تقدروا توجدوه نهار العيد في رمضان ولا نهار العيد باش تفاجئوا الضيوف ديالكم ان شاء الله فوالا راه كنوعدكم راه غادي يعجبكم بزاف بزاف كنتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو وكنتمنى تجربوا هاد العصير هذا بينو هيدا اليوم عندنا النهار اناناس ما بقالنا الا اننا نشكركم على المتابعه ديالكم القناه ديالنا عالم لولو لو مون دو لولو بالنسبة اللي كيشوفنا أول نوبة ما تنساش تشترك معنا يدير لنا لايك وتعليق باش يصلكم دائما الجديد بقى لي نقول لكم صحة فطوركم شهية طيبة وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله